صباح الرحيم اللغة الفرنسية السنة الثالثة ابتدائي، نستكمل مع الصفحة رقم 53. عندنا في البداية ديال الصفحة كما نرى عندنا سيكسبريمي. سيكسبريمي يعني عبر عن نفسه أو بمعنى آخر التعبير عن النفس. لو برومي باراغراف كيسكونا اون شاما كون سي زافير سكولير. شاما كونت سي زافير سكولير، يعني أن شاما تعد أدواتها المدرسية. كو ديتيل ماذا تقول هي؟ إذا انطبق الحال ملي غتبدأ تعد شاما الأدوات ديالها المدرسية شنو غتقول؟ إذا شاما كون سي زافير سكولير كو ديتيل، شاما تعد أدواتها المدرسية، ماذا تقول هي؟ شاما كونت، شاما كونت هذا الفيرب كونتي، وهي تجي من كلمة لا كونتابيليتي يعني المحاسبة. إذا شاما كونت يعني أن شاما تعد، جو كونت أنا أعد، تي كونت أنت تعد. إذا شاما كونت سي زافير سكولير، شاما تعد أدواتها المدرسية. كو ديتيل ماذا تقول هي؟ ألوغ بور كونتي سي زافير سكولير كو دي شاما، من أجل أن تعد أدواتها المدرسية ماذا تقول شاما؟ بور كونتي سي زافير سكولير شاما فا فير باسي les articles scolaires et chaque fois elle va dire 1 2 3 4 5 6 7 8 9 et 10. اذا طبعت الحال ستعد الطريقه التي تعلمنا فيما سبق عندما تعلمنا العد من 1 الى 10. اذا طبعت الحال شاما ستمرر هذه القطع المدرسيه ثم أن في كل مرة تعد. إذن شاما va faire passer les articles scolaires et chaque fois elle va dire 1 ensuite elle va dire 2 3 4 ستكمل العد إلى أن تنهي هذا القطاع المدرسية. إذن شاما va faire passer les articles scolaires et à chaque fois elle va compter. Nous passons au deuxième paragraphe نمر إلى الفقرة الثانية. Que répond Omar? Mada yujibu Omar? Que répond? هذا الverbe répondre. ومن كلمات la réponse يعني الإجابة. طبعا الحال كما تنعرفوا باش تكون عندنا la réponse ضروري خاصة تكون عندنا la question. Pour que Omar répond on doit tout d'abord lui poser des questions. من أجل أن يجيب عمر لابد أن نطرح عليه أسئلة، يعني ضروري السؤال باش يكون الجواب. Alors quelles sont les questions qu'on va poser à Omar. إذن ما هي الأسئلة التي سنطرحها على عمر؟ Nous prenons la première question. نأخذ السؤال الأول. C'est ton cahier. هل هذا دفترك؟ C'est ton cahier. هل هذا دفترك؟ طبعا الحال هذه العبارة طبعا الحال ممكن أننا نجدها عبارة عادية. نقول مثلا C'est ton cahier. إنه دفترك. طبعا الحال نفس الكلمات بنفس الترتيب. إذا نقول لشخص ستونكي إنه دفترك، ولكن إمتى تنعرفوا هذا السؤال؟ تنعرفوا السؤال ملي تنغيروا الصوت، تنقولوا ستونكي. إذا ملي تنغيروا الصوت، ملي تنغيروا الصوت طبعا الحال بين سؤال، إلا مشينا تقلنا ستونكي، إذا طبعا الحال هذه جملة عادية بحال قلتي شي واحد إنه دفترك. إذا واضح ملي تنغيروا الصوت تيبان بأنه سؤال. علاش؟ لحقاش الجملة أصلا هي عادية، ما قلناش مثلا إسكو سوكي إيطافو، هل هذا الدفتر لك؟ إسكو سوكي إيطافو، الجملة مسبوقة بإسكو يعني هل، إذا طبعا الحال الجملة واضحة من الأول بأنها سؤال، العبارة من البداية واضحة بأنها سؤال، مثلا نقول إسكو سوكي إيطافو، هل هذا الدفتر لك؟ إسكو سيتونكي. هل هو دفترك؟ إذا بطبيعة الحال اسكو تتبين لنا بأن الجملة أو العبارة بأنها سؤال، ولكن اللي عندنا هنا سيتون كي، إذا إنه دفترك مع تغيير الصوت تتضح بأنه سؤال. بطبيعة الحال هذا من حيث الكلام، من حيث الصوت، من حيث السماع، ولكن في الكتابة كيفاش غيمكن لنا نترجمو بأن هذه العبارة راه سؤال؟ بطبيعة الحال من حيث الكلام، من حيث القول طبعا الحال اللي غيبين بأن هذه العبارة سؤال هو تغيير الصوت، ولكن في الكتابة بطبيعة الحال
الى بقات العباره هكذا يعني اننا غنحسبوا بان عباره عاديه وليست سؤال. اللي غيخلينا نعرفوها بان سؤال هو هاد علامه الاستفهام اللي تنضيفوها في الاخر ديال العباره. اذا نقول سي طونكي، هل هذا دفترك؟ عمر ماذا سيجيب؟ كوغا ريبوندغ عمر، ماذا سيجيب عمر؟ بطبيعة الحال عمر سيجيب وي سي مون كي، وي سي مون كي، نعم إنه دفتري، وي سي مون كي، نعم إنه دفتري، أو بيان وي سي لو ميان، وي سي لو ميان، نعم إنه لي. نو باسون أ لا دوزيام كيستيون، سوسون تي كخيون، سوسون تي كخيون، هذه أقلامك، سوسون تي كخيون، هذه أقلامك. الجملة ممكن أن تكون عادية بدون هذا علامة استفهام، ممكن أننا نقول لشخصين سوسون تي كخيون إنهم أقلامك، ولكن بوجود هذا علامة الاستفهام تتضح بأن العبارة سؤال. إذا بطبيعة الحال علينا أن نغير الصوت حتى يفهم السامع بأنه سؤال وليست عبارة عادية. إذا فنقول مثلا سوسون تي كخيون، هذه أقلامك، سوسون تي كخيون، هذه أقلامك. إذا بطبيعة الحال إذا قلنا سوسون تي كخيون بدون تغيير الصوت، إذا سيفهم السامع بأن هذه أقلامك، يعني بدون سؤال. ولكن عندما نغير الصوت ونقول سوسون تي كخيون، إذا بطبيعة الحال السامع سيفهم بأنه سؤال وليست عبارة عادية. بيان سور كو غاريبوند عمر، إذا بطبيعة الحال ماذا سيجيب عمر؟ عمر غادير وي سوسون مي كخيون، وي سوسون مي كخيون، نعم إنهم أقلامي، أو بيان وي سوسون لي ميان، وي سوسون لي ميان، نعم إنهم لي. نو باسون أ لا ديغنييغ كيستيون، سي تا فيست، أهذه سترتك؟ بطبيعة الحال بنفس الشكل، إذا قلنا لشخص سي تا فيست، إنها سترتك، ولكن عندما نغير الصوت مع هاد علامة استفهام لتتبين بأن الجملة راها سؤال وليست عبارة عادية، إذا بطبيعة الحال بتغيير الصوت نقول سي تا فيست، سي تا فيست، أهذه سترتك؟ إذا بطبيعة الحال ماذا سيجيب عمر؟ وي سي ما فيست، وي سي ما فيست، نعم إنها سترتي، أو بيان وي سي لا ميان، وي سي لا ميان، نعم إنها لي. بطبيعة الحال هذا الشيء اللي شفنا دابا ديال الأجوبة ديال عمر يعني أنه يؤكد بأن هذه الأشياء له، فماذا لو أنه نافى بأن تكون هذه الأشياء له؟ إذا بطبيعة الحال revenons à la première question، نعود إلى السؤال الأول، سي تون كي، سي تون كي، أهذا دفترك؟ إذا بطبيعة الحال ماذا سيجيب عمر؟ نو سوني با مون كي، نو سوني با مون كي، لا ليس دفتري، أو بيان نو سوني با لو ميان، نو سوني با لو ميان، لا ليس لي. نو برونو لا دوزيام كيستيون، سوسون تي كخيون، سوسون تي كخيون، نو Ce ne sont pas mes crayons. Non, ce ne sont pas mes crayons. Ou bien, non, ce ne sont pas les miens. Non, ce ne sont pas les miens. Là, les souliers. Nous prenons la dernière question. نأخذ السؤال آخر. C'est ta veste. C'est ta veste. أهذه سترتك. إذا طلعت الحال في حالة النفي. عمر سيقول non, ce n'est pas ma veste. Non, ce n'est pas ma veste. Là, ليست سترتي. Ou bien Non, ce n'est pas la mienne. Ou bien non, ce n'est pas la mienne. Non, ce n'est pas la mienne. Là, laissez li. Nous passons au dernier paragraphe. نأخذ الفقرة الأخيرة. Que répondent les enfants? Que répondent les enfants? ماذا يجيب الأطفال؟ كما تنشوف هنا عندنا لو فيرب ريبوند مع عمر. ماذا قلنا؟ مع عمر شنو قلنا؟ Que répond Omar؟ عندنا répond أجابة. مع الأطفال قلنا répond répond، زدنا لواحد او ان تي. علاش؟ لان في البريزون تنقولوا جو ريبون، tu réponds، il répond، elle répond، nous répondons، vous répondez، ils répondent، ils répondent، ou bien elles répondent. اذا طبعا الحل مع il avec s او elle avec s تنزيدوا هاد او ان تي، وبالتالي غتنطق هاد دي، غنقولوا répond répond، غنقولوا répond répond. أما مع عمر مثلا أو مع شامة سنقول il répond ou bien elle répond، يعني أننا ما غنطقوش هاد دي. إذن كو ريبوند لي زونفون، ماذا يجيب الأطفال؟ طبعا الحل باش يجاوبوا الأطفال خاصنا نطرحوا عليهم أسئلة.
Alors, quelle est la question qu'on va poser à ses enfants? إذا ما هو السؤال الذي سنطرحه على هاد الأطفال؟ Quelle est la question qu'on va poser à ses enfants? إذا ما هو السؤال الذي سنطرحه على هاد الأطفال؟ Bien sûr, le ballon est à vous. Le ballon est à vous. البالون لكم. طبعا الحال ممكن إلى حيدنا هاد علامة استفهام ممكن أن تكون جملة عادية. نقول مثلا le ballon est à vous. البالون لكم يعني أنها جملة عادية. البالون لكم هي جملة إخبارية بأن هذا البالون لكم. ولكن عندما نغير الصوت لأن الجملة كما نرى في آخرها علامة استفهام. إذا بطبيعة الحال إحنا ملي غنتكلمو السامع ما غيشوفش هاد علامة استفهام. خاصنا إحنا نبينو بأن هاد العبارة فيها علامة استفهام وبأن العبارة راها استفهامية وبأن العبارة أو الجملة راها استفهامية. إذا بطبيعة الحال غنغيرو الصوت. داك التغيير ديال الصوت في الكلام هو اللي تيجي في بلاصة هاد علامة الاستفهام. إذا سنقول لو بالون إيت أفو. لو بالون إيت أفو. البالون لكم. إذا بطبيعة الحال الأطفال سيقولون ماذا؟ وي لو بالون إيت أنو. وي لو بالون إيت أنو. يعني أن البالون لنا. وبيا في حالة النفي سيقولون نو لو بالون ني با أنو. نو لو بالون ني با أنو. أو ممكن في حالة الإثبات في الحالة الأخرى يقولون وي سي لو نوتر. وي سي لو نوتر. نعم إنه لنا. وي سي لو نوتر. إنه لنا. أو بيان نو سو ني با لو نوتر. يعني ليس لنا. سنبخونو لا دوزيام كيستيون. إذا أخذنا السؤال الثاني لو ليفغ إي تاتوا. لو ليفغ إي تاتوا. الكتاب لك أو لك. إذا ستقول شما مثلا وي لو ليفغ إي تاموا. وي لو ليفغ إي تاموا. نعم الكتاب لي. أو تقول مثلا وي سي لو ميان. وي سي لو ميان. نعم إنه لي. وي سي لو ميان. نعم إنه لي. وي لو ليفغ إي تاموا. أو بيان وي سي مون ليفغ. أو بيان وي سي لو ميان. إنه لي. أو تقول نو سو ني با مون ليفغ. لا ليس كتابي. أو بيان لو ليفغ ني با أموا. الكتاب ليس لي. نو لو ليفغ ني با أموا. الكتاب ليس لي. أو بيان سو ني با لو ميان. سو ني با لو ميان. ليس لي. إذا سنبخونو لا ديغنييغ كيستيون. لو ليفغ إي تا أومار. لو ليفغ إي تا أومار. حنا تنسولو أطفال على واحد الكتاب يعود لشخص في الغائب. إذا بطبيعة الحال ماذا سيجيبون؟ إذا سألناهم لو ليفغ إي تا أومار. إذا بطبيعة الحال ماذا سيجيب الأطفال؟ وي لو ليفغ إي تا أومار. وي لو ليفغ إي تا أومار. أو بيان وي سي لو ليفغ دو أومار. وي سي لو ليفغ دو عمر. إنه كتاب عمر. أو بيان وي سي لو سيان. إنه له. وي سي لو سيان. نعم إنه له. على الحال في حالة النفي ممكن يقولوا نو لو ليفغ ني با ا عمر. نو لو ليفغ ني با ا عمر. الكتاب ليس لعمر. أو بيان نو سو ني با لو ليفغ دو عمر. لا ليس كتاب عمر. أو بيان نو سو ني با لو سيان. نو سو ني با لو سيان. إذا بطبيعة الحال هذه كل عبارات ممكن أننا نختار منها ما نشاء. نكتفي بهذا القدر. حياكم الله وإلى لقاء قادم بإذن الله.